الناس بقول لكم بشكل واضح ما حد سأل فيهم ولا حد شافهم سنوات طويلة. لا مستشفى كويس ولا مية كويسة ولا صحة كويسة ولا طرق ولا أي شيء كويس، كل حاجة كانت في السويس للأسف الشديد سيئة جدا. ساعدت النهاردة البيوت واخدة يعني وانت ماشي كده شارع عرضه يمكن خمس حارات يمكن خمسة وخمسة، شارع عريض إضاءة طاقة شمسية ما شاء الله، يعني في مرور وإشارات مرور، يعني محافظة. والأهم من كل ده إن أنا لقيت جناين اللي هي كانت البيوت قديمة، تاني بيوت قديمة من الخمسينيات والستينيات زي ما بقول لكم كده محدش كان بيسأل في حاجة، النهاردة لا بقى في بيوت وبقى في عمارات وبقى في أبراج وبقى في جناين وبقى في خضرة وبقى في ممشى، الله بقى في ممشى وبقى في مكان الناس تتنفس في السويس اللي قدامكم ده. لما شفت الصبح عايز انزل وبعدين قلت عشان ميعادنا ابص يعني، فادي الممشى ممشى اهل السويس على غرار ممشى اهل مصر. ده بقى النهارده مكان ايه بقى، هو المكان كل اهل السويس وضيوفها يروحوا هناك. اهل السويس لما كان يبقى في الاعياد ما كانوش بيقعدوا في السويس، كانت السويس خاليه في الاعياد. ليه؟ يجوا بقى يجوا اماكن، يجوا القاهره ويروحوا تخيل يعني، بدل ما انت تروح السويس واهلها يبقوا مستمتعين ببلدهم وجوها والبحر والميه الجميله وجناين، كانوا يسيبوها ويمشوا عشان ما كانش عندهم حاجه خالص. اهل السويس اتظلموا، وانا بقول على الهواء الناس دي اتظلمت سنوات طويله. بس شفت عامل لهم ايه؟ ادي الشارع اللي بكلمكم عليه، شوارع كتير زي كده بس لسه محتاجة شغل، بس اهو بداية. ده ما كانش الكلام ده موجود، ما كانش عندك شارع اصلا مرصوف في السويس، شارع ما كانش مرصوف، مرصوف متكسر، وزي ما بقول لك كان برك صرف صحي، كانت مأساة يعني. فزي ما حد شايف كده شايف، فالناس الممشى، انا عايز الممشى زي ما انت تشوف ادي الناس ادي الشوارع بقت في حاجة في السويس زي ما انت شايف كده، ادي الممشى قدامكم اهو شايفين، ادي الخليج وادي حاجه جميله جدا. انت متخيل عندهم ده ما عندهمش شاطئ؟ تخيل ما كانش عندهم شاطئ في السويس. انتوا يعني شايفين المساله اللا معقول حدث في السويس، اللي هو كل الغرائب حصلت في السويس، بلد كلها على الخليج والميه والبحر وما عندهمش شاطئ الناس تنزل ميه ازاي؟ بقى شوف بقى عندهم ايه دلوقتي، شوف بقى الجمال بقى ايه. الكلام ده اتاخر بس اتعمل بقى. واحنا راجعين النهارده ومخلصين، الدنيا حر جدا وعايزين نرجع عشان نلحق الهوا، انه مخلصين الساعه 3 وربع ولا 3 وتلت وعايزين نلحق الهوا، وبياخد المشوار حوالي ساعتين ونص من السويس لحد المدينه هنا، فوصلنا يا دوب يعني زي ما حضراتكم بتشوفوا كده. فبقت النهارده بقى في مكان نخرج، عائلات تخرج، الولاد يخرجوا، الاطفال العائلات تخرج تتفسح تنبسط، يقعدوا هنا يسهروا. على فكره هنا بيسهروا للصبح لانه مكان جميل جدا ومكان رائع، والنهارده كان فيه هواء جميل مش محتاج يعني الا تقعد كده وتبص على الميه، يا سلام على المنظر البديع كده. شايف بقى كافيهات زي ما انت شايف كده، ومطاعم حتى مطاعم يعني عربيه يعني يمكن سوريه او كده، في مطاعم كتيره وكل اللي انت عايزه تلاقيه. والله انا بقول لكم النهارده المكان ده، وانا بتكلم يعني الناس اللي من القاهره يقدر يروح السويس يروح يقضي يوم ويرجع، يبقى مكان النهارده تروح تقضي يوم وترجع. ما الناس بتروح السخنه، ما هنا بقى زي السخنه بقى مكان جميل، الناس بتروح مش عارف فين، ما هو هنا مكان بقى مكان جميل، فيبقى كمان بيساعد على حركه الناس ورواق كمان، وسياحه تروح وناس تنبسط بدل ما كانوا اهلها غرباء في بلدهم يسيبوها يمشوا الناس تروح لهم. فبقوا النهارده هم مبسوطين، عندهم حاجه بقى، عندهم مكان يتفق زي ما انتم شايف كده.